اهلا وسهلا بحضراتكم كل متابعي تلفزيون يوم السابع في هذا الخبر العاجل والبيان العاجل الصادر الان من مجلس اداره نادي الزمالك برئاسه الكابتن حسين لبيب بخصوص الاحداث التي وقعت في مباراه بيراميدز الاخيره في كاس السوبر المصري. نادي الزمالك اصدر بيان جديد الان اكد فيه برئاسه الكابتن حسين لبيب وجميع اعضاء مجلس الاداره على احترامهم الشديد وتقديرهم المتناهي لدوله الامارات العربيه المتحده الشقيقه قيادة وشعبا وجميع أجهزتها، وأكد مجلس إدارة نادي الزمالك على احترامه للقضاء في دولة الإمارات العربية الشقيقة، كمان احترامه لجميع قرارات وأحكام القضاء في دولة الإمارات، وقال وأكد ثقته التامة في جميع قرارات القضاء. كمان نادي الزمالك أعرب عن أسفه الشديد واعتذاره عن الأخطاء اللي حصلت في هذه المباراة، وقال إن هي بالتحديد اخطاء غير مقصوده من اي فرد من افراد بعثه الفريق. خليني اقول لحضراتكم ان نادي الزمالك قال ان هو بيكن كل الاحترام لدوله الامارات العربيه الشقيقه وكل الحب. كمان قال ان اجهزه دوله الامارات العربيه الشقيقه بذلت مجهود كبير جدا في تنظيم المباريات، كمان تسهيل وتسهيل اعمال البعثه، بعثه الزمالك وجميع البعثات اللي تواجدت عشان خاطر السوبر المصري المقام حاليا بدوله الامارات كمان. وقالت انه بيتم التعامل بشكل محترم جدا مع البعثات ومنها بعثه الزمالك طبعا. قال كمان بيان الزمالك ان جميع اجهزه الدوله من تاريخ وصول بعثه فريق الزمالك للامارات وهي بتتعامل بكل حياديه وبكل شفافيه، وكمان في معامله راقيه جدا من جميع الاجهزه الموجوده في دوله الامارات، وبيتحاول بشكل كبير جدا ان هي تذلل كل العقبات اللي بتقابل الفريق الابيض في الامارات، وفي حالة من الحب والتقدير والاحترام الموجود بين الجميع في دولة الإمارات وإن مفيش أي مشاكل. خلوا حكم كمان إن نادي الزمالك بشكل قاطع أكد إنه انطلاقا من أواصر الصلة والاحترام ده بيؤكد إنه هيخوض مباراة النهائي أمام نادي الأهلي المصري اللي مقرر اقامتها غدا، وده احتراما وتقديرا للجهود المبذوله من دوله الامارات في تنظيم هذه البطوله تحت رعايه مجلس ابو ظبي الرياضي. كمان مجلس اداره نادي الزمالك في هذا البيان قال ان دوله الامارات العربيه الشقيقه واجهزتها المعنيه قاموا بتنظيم البطوله الحاليه والبطولات السابقه باقصى درجه من الاحترافيه اللي بتطابق المعايير الدوليه الناحيه بالناحيه التنظيميه من ناحيه الملاعب وكمان كرم الضيافه وغيره كمان. وقال ان ده مش غريب خالص على دوله الامارات بالنسبه للاستضافه. تاني نادي الزمالك اكد انه هيلعب بكره مباراه النهائي امام نادي الاهلي التزاما ب الجهود المبذوله من جانب دوله الامارات في تنظيم هذا السوبر وهذه البطولة. كمان نفى مجلس إدارة نادي الزمالك بشكل قاطع وشكل حاسم إنهم أدلوا بأي تصريحات أو بيانات رسمية تناقلتها وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي أو أي تصريحات اللي نسبت لرئيس مجلس الإدارة اللي هو الكابتن حسين لبيب بشأن أي شيء يعبر عن سواء الاحداث اللي حصلت في مباراه بيراميدز او اي شيء عن فكره الانسحاب من النهائي. خليني اقول لحضراتكم ان كمان اكد نادي الزمالك ومجلس ادارته في هذا البيان انه لن يتهاون في اتخاذ الاجراءات الصارمه من الناحيه القانونيه والاداريه والتاديبيه لردع كل من تشارك او شارك في هذه الازمه الاخيره، الازمه اللي احنا شفناها في مباراه بيراميدز. خلينا نقول لحضراتكم ان هذا البيان بياتي في وقت حاسم جدا قبل ساعات من مباراه النادي الاهلي في نهائي السوبر المصري في البطوله المقامه الان في دوله الامارات العربيه الشقيقه. شيء مهم جدا تم التاكيد عليه في هذا البيان وهو احترام مجلس إدارة نادي الزمالك لدولة الإمارات العربية الشقيقة ومجهودها في تنظيم هذه البطولة الهامة
ومراعاه الحياديه والاحترافيه بشكل كبير جدا. كمان مجلس اداره نادي الزمالك اكد بشكل كبير جدا ان هو لا هو هيخوض هذا النهائي بسبب هذه الجهود المبذوله. كمان نفى كل التصريحات اللي نسبت لرئيس مجلس الاداره الكابتن حسين لبيب واي عضو من الاعضاء بشان الازمه اللي حصلت والتصريحات الحقيقه الغير مهنيه اللي نسبت ليهم خلال الساعات اللي فاتت. خلينا نرحبكم باذن الله تعالى. المباراه بكره كده في مواعيدها، هنشوف سوبر كويس جدا ومباراه قويه جدا ما بين الاهلي والزمالك ان شاء الله، تليق بالتنظيم والجهود المبذوله من دوله الامارات العربيه الشقيقه وتليق باسم مصر باذن الله تعالى. تابعونا في كل ما هو جديد على تلفزيون يوم السابع. بشكركم.